وجهات نظر المواطنين في الشارع العراقي تباينت حول المشاركة في الانتخابات المقبلة بين رافض ومقاطع لها بسبب الإحباط من أداء الطبقة السياسية في السنوات الماضية، وبين مؤيد للمشاركة بغرض السعي إلى تغيير الوجوه السياسية التي تسيطر على مقاليد السلطة في البلاد. يجب المشاركة في هذه الانتخابات على كل من يريد أن يغير، وبالأخص أهلنا النازحين. حاولوا أن تشاركوا وتأخذون باجات المشاركة، لأن أنتم من تحتاجون للتغيير. من خذلكم سابقا الآن الانتخابات بها بصمة، بها إلكترون، ما بها تزوير. لا تدعون أحد يدخل اليأس إلى قلوبكم. والله أنا قررت أن لا أشارك، لأن المفوضية محاصصية لم تكن متشكلة من القضاة المتقاعدين النزيهين. وثم قانون الانتخابات هو قانون سات ليغو، قانون سيء، يعني ولا دولة بالعالم تتبنى هذا القانون الانتخابي. العراق فقط من مجموع 193 دولة بالعالم، العراق الوحيد الذي يتبنى قانون سات ليغو. قانون سات ليغو قانون يدور الفاسدين بالضبط، مثل ما يدور معمل تدوير النفايات. احنا كمواطنين ويحبنا مصلحة بلدنا وشعبنا، يجب أن نتقدم للانتخابات، لأن نريد الأمن والأمان من أجل وجود حكومة تمثلنا إحنا. ترجح الكفة على عدم المشاركة، وهناك ثقافة التيئيس. المواطن العراقي يشعر بحالة من اليأس للمشاركة في الانتخابات. لماذا؟ أين أموالنا المنهوبة؟ أين أموالنا المسروقة؟ من 2003 لحد الآن لم نتذوق ثمار هذه البلاد. اليوم المادة 111 من الدستور تنص الكل شركاء بالثروة. أين الشراكة في الثروة؟ احنا نريد الأمن والأمان، ونريد المواطن العراقي يعيش بالأمان، ونريد يعني يفرح، ونريد العراقي يرجع مثل ما كان، ونريد المواطن أخذ ما يحس يعني بخوف، يعني ما يحس نفسه يخاف، يعيش مواطن حر نزيه مرتاح. طبعا اكيد نحن لا نشارك بالانتخابات المقبله، وهناك قطاعات كبيره من الشعب العراقي لا تشارك بهذه الانتخابات التي نعرف نتائجها مسبقا. النتائج التي ستكون على الانتخابات هي اكيد سوف ترجع هذه الوجوه القديمه الممله التي جثمت على صدر الشعب العراقي مده اكثر من 15 عام، خصوصا الأحزاب الإسلامية التي جاءتنا من شتى بلدان العالم. هي تمتلك كل شيء في العراق، هي تمتلك المفوضية الغير مستقلة، والتي عبارة عن مجموعة من طوائف العراق المختلفة، وكذلك قانون الانتخابات الذي يصب في صالحها، وكذلك المال والسلاح وكل شيء مجير لصالح هذه الأحزاب.